مشاهدينا الكرام، هذا راه داخل يخزر زعما النظره التي ارعبت الجميع وهي كتلتهم بالضحك، وهذا راه داخل يزوجح. والفريق الثاني مشاهدينا الكرام راه داخل يتشقلب العام بين المخربه مشاهدينا الكرام. المهم اليوم هذه المباراه غادي تشدوا كروسكم بالضحك. هذا راه يمزق قدمه بحرف الف زعما لاعب كبير، وهذا يهز في راسه زعما راه تحت الضغط، وهذا شكون تشك يا وختي. 4 متر سبيد بالعباس يوسف قوديح المدافع الذي سجل 20 هدف 21 هدف في المرمى واللي راح ده. عندك ياسين بن داود البالون هاك هو هاك، واللي حداه الاخر صامد. فاهمين، وراني تاكل عليك ياسين اللاعب الجديد عبد الصمد، راك عارف العقليه في الدور، وبسم الله ونربحوا اليوم ان شاء الله يا رب. حراره تاع القلب، قلبكم يلاقيكم حدود. اسمع 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 كيما الخطره اللي فاتت ليكيب، حنا رانا غير حنايا بصح هما تبدلوا باسكو هما كانوا ضعاف بزاف. ابراهيم بيت بكري قال لهم بيني وفاتهم كبار كاع تاع بولا. كاين واحد في تيك توك قال لهم اي ريكريم دير بينا قال الموندو اي سيبا اي سيبا. نبداو الشالنج الاول اللي هو كونترولي في السيرسو اذا قديت ما اسمه طويل بصح شاولا هذا هو اللي خوتي. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي تقيس البوله صاحبك اي سي كونتروليها في السيرسو هذا اللي يكون كيما واجد واجد ايوا حطها. لا 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 والله ما ضربت كونترول. بارت لاين شوف هادو غشاشين خوتي، وهذه ضربت كرة عاها الزاوجة الغشاشين غشاشين فتة سينا هادي ربيت ربيت سينا هادي غشاشين. هاولا جا الفار هاولا جا الغشمان غادي نزيها ان شاء الله بربي مربوحه ان شاء الله. لابوي لابوي هذا الاولى بغا يغشنا فيها لابوي لا هاكا شوف هاكا يعطيك الصحه خوتي ميرسي بوكو. خويا بغا يتعلم بولا دروس ها لعب يا راه ها ولي ها معليش معليش بار 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 معليش معليش خوتي ان بوا خير من والو ان بوا خير من والو هما جايين هنا مور ما كثرت الهضره في السطاد وكثروا الدبازين ديسيدينا باش نديروا اربيتر.
لاعب صابيدو افضل لاعب صاعد على سطح منزلهم. رائع ممتاز ممتاز. وبلال الان يشعر بالغيره بعد ما قال له والله ما تلعب. راني نشوف في واحد غادي يضرب بلال الان. بلال في ذمة الله، بلال قال له ولا ما تلعب خلال دار والديه صاميدو. احتفال اللاعب صاميدو في هذه اللحظات اللي يقولكم بلي شبع بولا. هذا ومينوت حرف باء الان يشعر بغيره هو الاخر. الان هذا التحدي مع اللاعب قاد ومينوت حرف الف. يلا يا حرف الف، يلا يا حرف الف بعد. هذه انت خاطيك بالون قاد ومينوت، خاطيك خاطيك بالون. حتى الان ربعه بواحد. شكون اللي راه رابح والله ما على بالي. الان يوسف قوديح، يوسف قوديح يوسف قوديح كرة القدم تصدى منه هو صدم الغادي. لا علاقة لا علاقة تماما. النتيجة 5-1. شكون اللي راه رابح ما على باليش. انا راني نشوف بلال واحد غادي يبدا في نظام مشاهدي الكره. شك يا وختي هادي تما خاطيكم البالون، خاطيكم البالون، خاطيكم البالون. ما رائع رائع رائع. الآن تدخل الفار في هذه اللحظات. الفار ظهر في إسبانيا ترعرع في إيطاليا وخلاو دار والدي في الجزائر بالذات في وهران. تشالنج دوزيام خوتي واللي هو خير باش تيري. عندك هذه قادره تطيح فيك يعني الا تيري بها ولا تيري بالبوله نورمال، وقادره تطيح فيك بوط ولا صبا تاع بوله وين تيري بها نورمال ثاني. هذه هي خوتي تشالنج زوج. اي نبداو تشالنج زوج. اوه اش ترى صار؟ اش ترى؟ خرجه ما خرجه غادي دي جد الحل وجره غادي دي رسله غادي بن عباس وغادي يخدم لنا كاش فيديو بارطاجيه. انت خاطيك البالون. ماما كل غادي با وختي 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 كي دالا. واش ولا دروات؟ دروات هاك تحتك هذا الاول. واش ولا دروات؟ اذا مشاهدينا الكرام اللاعب الذي يشبه بيلي كثيرا في لون بشرته سيسدد بلوطا ببوط، سيسدد بلوطا ببوط ودخل كاع في وسط البوط. هو قليل العمر مسكين ولبسوا له بوط. وهذا القادير راه راقد تركب بوتيدار سبيد بن عباس سددوا هدف 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 في هذه اللحظات. تيره هذا البوط ودخلت عندما تستاري سو من السوق سوق مسرى. نواصل التحديات مشاهدينا الكرام. اللاعب ياسين هذا اللاعب الذي دخل التاريخ من اضيق النوافذ يعتبر اول مسترجع كرات لم يسترجع ولا كره ولا كرة ويعتبر أيضا صمام الخطر في وسط ميدان فريقه. الله أعلم الله أعلم. يلا يا ياسين أقسمنا من الضحك يا ياسين. يلا يلا. والآن يحاول أن يلبس البوط البوط وما عرفش يلبسه. كيفاش تبغي يسجل هدف؟ شك يا وختي حتى نسند باش يلبس البوط. مشاهدي الكرام وقر عليه وقر عليه. يلا يا ياسين يتقدم ياسين. تسديدة ميليمترية لكنها تبعد عن المرمى بحوالي كيلومترات فقط يا ياسين. بحوالي كيلومترات فقط يا ياسين. أدروات أدروات. تسديدة قوية وهدف لقادة وميلود. هدف لقادة وميلود على ما اعتقد قادة
لا لا وقيل الميلود سدد وقيل الميلود هو اللي سدد مشاهدينا الكرام. الان اللاعب صاميدو مشاهدينا الكرام محقق الدوري الاسباني وايضا الدوري الانجليزي و2 دوري ابطال اوروبا في البلاي ستيشن طبعا، وافضل لاعب في نظر جاره كفيف. سدد صاميدو سجل. الان مشاهدينا الكرام اللاعب قاد ميلود حرف على ما اعتقد حرف باء، يعني قاد ميلود يعتبر العقل المدمر لفريقه. هذا اللاعب يضيع كثيرا يعني الفرص السهله لانه يحب الفرص الصعبه ولكنه يضيعها ايضا. والبس البوط يتقدم قدام والهدف مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات. برافو، تسديده قويه. وهنا الاحتفال، عندما تشتري احتفال من سوق ما، وهذا ما على باش راه يتصور. الان تحدي مع اللاعب يوسف قديح، هذا اللاعب الذي رد على بيب غوارديولا، حيث ان غوارديولا اخترع منصب المهاجم الوهمي وقديح اخترع منصب اللاعب الوهمي. مدافع مسجل 20 هدف، 21 هدف ضد مرمى. النظرة التي لم ترعب احد، النظرة التي قتلتنا بالضحك. يلا يا يوسف. قديح وبلال، سبيد بن عباس وجها لوجه. يلا يا يوسف. اوه هدف من يوسف قديح. يوسف قديح يسجل 8-4. وهنا احتفالات سو، يعني عنده في كريستيانو رونالدو. شك يا وختي. الشباب عجبهم الشالنج تاع الخطره اللي فاتت واللي هو قربع لي بارا الى ثقيب، دونك غادي نعاودوا الشالنج. الان اللاعب ياسين، هذا اللاعب الذي يشبه جورجينيو كثيرا لكن عندما يكون نائم، صاحب عضله الفخذ الضخمه. يلا يا ياسين، اختنا من الضحك. نبدأ هذا التحدي إذن من اللاعب قادة وميلود حرف ألف. قادة وميلود تسديدة ميليمترية لكنها تبتعد عن المرمى لبضع كيلومترات. يلا يا قادة وميلود، ما على بالي شكون، أسو قادة ولا ميلود، والله ما على بالي. قادة يسد، تشك يا وختي. أنا شكيت قادة وميلود عنده كراعيه للزوج قوش. يلا قادة وميلود يسدد ميليمترية، ضاعت بحوالي ميليمترات فقط. احتفالات لا فائدة منها، احتفالات للبيع مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات. شك يا أختي، تمساجي غير في ياسين مسكين. أروح للبلال. قديح، يلا يا يوسف، اختنا من الضحك. يلا يا يوسف. لكنها بجانب دكة البدلاء. يلا محاولة ثانية يا يوسف يا قديح. يلا اختنا من الضحك. يوسف يسدد، الكرة تبتعد عن المرمى ببضع كيلومترات فقط. انا والله العظيم ما فهمتش اش راهم يديروا، والله ما فهمتش راهم يديروا. واس هي قديح سدد، بعد غادي تمامه، هادي ها وخرتها غادي حطها في الجول. ضاعت بثلاثة كيلومترات فوق المرمى. مسمين كتفين سبيد بن عباس يستعيدوا للتسديد. يلا يا سبيد، يلا شلوش سمبيا، يا سمبيا راه غادي نوض ما سدد لك نوض غادي ما كان والو، ها ما كان والو الاربيت. انا مش نهضر، لا هذا شو كابيتان مو الماضي صار غاب. سفيد بن عباس الذي يشبه بيلي كثيرا في لون البشره. تشك يا وختي، هيا على امك. مراوغات لا فائده منها. سبيد رائع سبيد، ما شاء الله. 55 عليك. هذا وين شفنا لقطه شابه مشاهدينا الكرام، هذا وين شفنا لقطه شابه من عند بلال، الله يحفظه من عينس.
رائع تشكيا وختي ضاعت هذه الكره. اللاعب صميدو يجيد كل شيء في كرة القدم إلا تسديد التمرير الجري وممارسة كرة القدم. يلا يا صميدو سدد يا صميدو، ميليمترية لكنها بعيدة. صميدو هدف ضاعت. الآن اللاعب قادو ميلود يسدد قادة، يعتبر اللاعب قادو ميلود أفضل لاعب صاعد نحو الجبل. كتب اسمه بأحرف من حبر في الدفتر العائلي. ما شاء الله عليك يا قادو ميلود. تشك يا وختي نضي تامة يا ودي. والله العظيم يا مشاهدينا الكرام يا هدو يمارسوا كل شيء غير البالون. يلا يا قادة ممتاز ممتاز. والعارضة العارضة ممتاز اللاعب قادو ميلود. قادو ميلود يلا يا قادة سدد قادة ولكنها بعيدة فوق المرمى ببضع 5 كيلومترات. على ما اعتقد راه تخلطت وهذا قاعد يحتفل. راه تخلطت مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات. يا والله العظيم اللي يخرج حي راه مليح. الدخله دخلته والخرجه منين هكا راه يقولهم يوسف قوديح. مراسم تتويج هنا مشاهدينا الكرام. صدقوني بالله والله ما على بالي شكون اللي يربح. والله العظيم ولا على بالي كاع شكون اللي يربح. ان شاء الله تكونوا تمتعتوا معنا، ان شاء الله يعني تكونوا ضحكتوا. يوسف قودي راه قال واحد اللاعبين قال له قرع لي عند الباب، قرع لي عند الباب. على ما اعتقد قادم من حرف الف راه سرق لينات تاع هذا المسكين. يا سي بداود مسكين خلاوه يدهس. هاي شبه الماروكو مشاهدينا الكرام. رد له الوضره هاي دهس مسكين. ادير وعدها منا ما اروح من سدك من الغادي. تشك يا وختي مشاهدينا الكرام.